بأجواء مفعمة بالصلاة والسرور احتفلت البطريركية اللاتينية بالرسامة الكهنوتية لابنها سليمان جريس شوباش حسان، وذلك في قداس احتفالي حاشد في كنيسة قلب مريم الطاهر في مدينة الفحيص، وترأسه البطريرك فؤاد طوال بطريرك القدس للاتين، وشارك به عدد من الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وأهل الكاهن وجمع غفير من أبناء مدينة الفحيص وأصدقاء البطريركية اللاتينية القادمين من الأردن وخارجه. وتعتبر هذه الرسامة الكهنوتية الثانية في البطريركية اللاتينية في سنة الإيمان، حيث جرت الأسبوع الماضي رسامة الكاهن الجديد عيسى الشوملي في مدينة بيت لحم في فلسطين. وقال البطريرك الطوال في عظة القداس: إن الناس في بلادنا بحاجة إلى أن يروا في الكاهن رجل الله ورجل الصلاة ورجل القداسة، وأن يروا في حضوره معهم حضور المسيح نفسه، وفي زيارته إلى بيوتهم وزيارة مرضاهم زيارة يسوع لهم. يريدون اليوم أن يروا فيه رجل الخلاص والسلام والرجاء والفرح، يصلح بين الناس وبين الله، لا يفرق، كما يصلح الناس والعائلات مع بعضها البعض بما يملك من سلطة مقدسة وما يملك من محبته للناس وثقتهم به. ثم توجه إلى الكاهن الجديد سليمان وقال: قد تجد من يحبك ويقدر كهنوتك، كما أنك قد تجد من لا يوافقك الرأي. عليك أن تزرع بين الناس حب الله ومخافته، عليك أن تدفع الثمن بصلاتك المتواصلة وتضحياتك. أخي لي وابني الكاهن الجديد أبونا سليمان، ليكن باب بيتك مفتوحا للفقير قبل الغني، ليكن قلبك كبيرا حميما كقلب يسوع وقلب مريم الطاهر الذي لا يعرف الحدود. نحن ككنيسة كبطركية نحن لا نحتاج إلى بطولات من أي نوع كانت، نحن بحاجة إلى الكاهن الأمين المطيع المتواضع محب الله ومحب الرعية محب الناس محب الشبيبة. الأب رفعت بدر، نور سات، الأردن.